السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي شهواتكم. وصفه اليوم ان شاء الله غتكون عباره على حرشه باللبن، وصفه اللي سهله وسريعه وكذلك كتجي لذيذه، بامكاننا نحضروها في الفطور او للغوتي او كذلك لضيوف الغفله، كتحضر بسرعه كيف ما غتلاحظوا معايا. غادي نحتاجو نصف كيلو من السميده الرقيقه ديال الحرشه، كاس من سكر سنيده، انا هدرت هنا كاس ما عامرش، بامكانكم تستعملوا من نص كاس حتى الكاس كيبقى السكر حسب الذوق، مع واحد القبصه ديال الملح، كاس الا ربع من زيت المائده، نصف لتر من اللبن. غادي نحتاج كذلك جوج اكياس من خميره الحلوى مجموع 14 غرام، وللتنسيم غادي نستعمل انايا كيس من سكر بنكهه زهره البرتقال، بامكانكم تستعملوا الفاني اولا تخليوها غير هكا ما تنسموها حتى شي حاجه. على بركه الله غادي نبداو دابا في تحضير الحرشه ديالنا. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نوضع فيه السميده، غادي نضيف لها الزيت، السكر سنيده مع هذيك القبصه ديال الملح، غادي نضيف كذلك السكر المنسم، وغادي نضيف خميرة الحلوى، وغادي نحاول نمزج هاد العناصر كاملة مع بعض مزيان. صافي دابا غادي نضيف اللبن، وغادي نمزج مزيان. صافي على هذا الشكل غير تيمتزجوا لينا العناصر كامله، ما كتحتاج للتخلاط بزاف. غادي ناخذ المول اولا الاناء اللي غيدخل الفرن اللي غادي نطيب فيه الحرشه ديالي. انا استعملت هذا الاناء اللي القاعده ديالو متحركه ديال لي طارك، وغادي نخوي الخليط ديالي. صافي بعد ما قاديت الخليط ديال الحرشه ديالي هكا في المول، المول راه مدهون بالزبده ومرشوش بالسميد، غادي ندخل المول للفرن. ما شعلتوش من قبل، يلا شعلتو دابا على درجه حراره متوسطه، النار تكون من اسفل المول، نخلي الحرشه ديالي حتى تنضج ونختبرها بشي عود نتاكد انها نضجات. صافي نهبطها لتحت ونخلي النار من فوق منها باش يتحمر ليها الوجه، نتلاقاو بعد ما طيب الحرشه ديالنا. هذه الحرشه ديالنا بعد ما طابت خرجتها من الفرن وخليتها حتى بردات، غادي نحاول دابا نزولها من المول، وغادي نحطها في طبق التقديم. كتلاحظوا كيفاش كتجي، بالنسبه للتقديم ديال هذه الحرشه بامكاننا نقدموها غير هكا اولا نزينوها. انا اختاريت نزينها بشويه ديال العسل، غادي ندهن لها الوجه ديالها كامل بشويه ديال العسل. وغادي نرشها بشويه ديال الكاوكاو هكا مطحون، هذا هو الشكل النهائي. الوصفتنا لليوم حرشه باللبن، كتجي رائعه في المذاق ديالها، كذلك التحضير ديالها كيكون في وقت وجيز كيف ما لاحظتوا معايا، ومكونات كذلك بسيطه جدا. هذا هو الشكل ديال الحرشه ديالنا من الداخل، كتلاحظوا كيفاش كتجي، كتجي زوينه وكتجي كذلك لذيذه في المذاق ديالها. نتمنى انها تنال اعجابكم ان شاء الله وتجربوها.
الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم وكيف العاده ما تنساوش تخليو جيم لا فيديو وتشتركوا بالقناه ديالي باش يوصلكم دائما جديد الوصفات، والى اللقاء مع وصفه قادمه بحول الله.